مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، متابعي كايرو لايف قناه القاهره بوصينا، اهلا بحضراتكم من داخل قريه مليجا تابعه لمركز ومدينه شبين الكوم بمحافظه المنوفيه. بطل جديد من ابناء محافظه المنوفيه بشرف مصر كلها وحصل على ذهبيه افريقيا في المصارعه الرومانيه، ابن الوز عوام زي ما بيقولوا، يعني اولاد الكابتن والبطل العالمي السابق في المصارعه الرومانيه. كمان انتوا الاثنين، انت وشقيقك، حصلتوا على البطوله. الحمد لله. كابتن محمد، اهلا وسهلا بحضرتك ومنورنا على 24. الف الف مليون مبروك. اهلا وسهلا بحضرتك، الله يبارك فيك. عرفنا بحضرتك واحكي لنا كده بقى يعني عن البطوله وايه اللي حصل في البطوله بالظبط وحصلنا على بطولات ايه. والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا محمد علي جبر من قريه مليج. والدي بطل عالم في المصارعه، واولاد عمي ابطال عالم، وعمامي برضو كانوا بيلعبوا مصارعه. ما شاء الله، العائله كلها ابطال في كلهم كانوا بيلعبوا نفس الرياضه، مصارعه رومانيه. نفس الرياضه. ما شاء الله. طبعا بس ما كانش عندنا ابطال اولمبيين لسه في العائله يعني. فده كان الهدف بتاعنا ان احنا نبقى ابطال اولمبيين يعني، الحمد لله. وسعينا وتعبنا جدا عشان نوصل للمكانه دي، والحمد لله ربنا كرمنا وتأهلت للاولمبياد الحمد لله. انا واخويا، انا في المصارعه الرومانيه وزني 97 كيلو، واخويا مصارعه حره وزني 97 كيلو برضه. ما شاء الله، يعني انتوا الاثنين. الحمد لله. ما شاء الله عليك. طيب انتوا احكي لنا عن اخر ماتش. اخر ماتش اللي هو بتاع التاهيل للاولمبياد كان طبعا مقام في اسكندريه. طبعا ده كانت حاجه جميله جدا ان التاهيل للاولمبياد يبقى هنا في اسكندريه. طبعا الجمهور بيبقى معاك، انت بتلعب في بلدك، بتلاقي حد واقف في ظهرك، فدي طبعا كانت دعم معنوي. دعم معنوي كبير، معليه من معنوياتنا، وكانت مساعدانا جدا، والحمد لله كنا قد المسؤوليه وربنا كرمنا وتاهلنا الحمد لله. كابتن محمد، يعني والدكم الكابتن علي جبر هو المدرب بتاعكم؟ طبعا. والدي هو المدرب بتاعنا وبدأ معانا من الصفر وتعبنا جدا يعني الحمد لله، وربنا كرمنا الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي احسن يعني باذن الله. قدرنا نجهز نفسنا للماتش والمباراه الصعبه دي ازاي؟ والله طبعا في معظم اللعيبه اللي انا لعبتها في التاهيل دي انا ملعبها في افريقيا قبل كده، لان انا لسه الاسبوع الماضي واخد اول دوره العاب افريقيه في غانا. فطبعا بنبقى المنافسين احنا عارفين بعض وعارفين مين القوي ومش مين القوي، وبنبقى دارسين اللعيبه بتاعتنا، نتفرج على فيديوهات ليها وماتشات ليها، فاحنا عارف نقاط ضعف وقوه كل واحد فيهم ايه. ما لازم بتعرف الكلام ده، وهو برضه نفس الكلام. فانت برضه بتحاول تعمل اللي عليك وبتدرس اعصابك، وفي الاخر الفوز والمكسب ده بتاع ربنا. يبدو ان حضرتك شاركت في يعني في بطولات كتير، عشان كده قابلت العديد من اخصامك في تعرفهم يعني. ايوه، انا واخد اول افريقيا في العام الماضي، واخد اول دوره العاب قتاليه في السعوديه، والحمد لله في بطولات كتير قبل كده، اول ابراهيم مصطفى واول عرب الحمد لله. ما شاء الله. طيب الكابتن مصطفى بقى شقيقك، هو كمان احكي لنا كده عنه، وكان عنده مباراه مهمه امبارح. طبعا انا عايز اقول لك ان المصارعه الحره صعبه شويه عن المصارعه الروماني كمان. حضرتك بتلعب رومانيه ومصطفى بيلعب حر. تمام. فده انجاز كبير طبعا اللي هو عمله، وكان معاه ماتشات جامده، كان معاه لاعب من استراليا قوي جدا ولاعب من الجزائر، والحمد لله ربنا كرمه وفاز عليهم يعني الحمد لله. شعرتوا بايه بعد الفوز بالمباراه والتاهل؟ عايز اقول لك ده حلمك. المشكله بقى التاهيل للاولمبياد ده مش زي اي بطوله. عايز افهم الناس ان التاهيل للاولمبياد ده كل 4 سنين، يعني انت لو خسرت مثلا في بطوله افريقيا ممكن افريقيا اللي بعدها تعوض السنه اللي بعدها. لكن التاهيل للاولمبياد ده 4 سنين، عالم الوقت كبير. السنين اللي بعدهم انت ايه؟ والناس اللي بتتاهل للاولمبياد دي ناس قليله جدا، فبيبقى انجاز كبير، وكل بلد بتبقى عامله حسابها ومركزه على التاهيل ده بالذات، عشان خاطر هو ده عايز اقول لك اكبر صرح رياضي هو الاولمبياد. فطبعا اي دوله بتبقى داعمه اللعيبه بتاعتها بمعسكرات،
بدعم بكل حاجة عشان خاطر الأولمبياد دي. فطبعا هي بطولة قوية والحمد لله احنا كنا قدها وربنا كرمنا وفوزنا الحمد لله.